قلنا عندنا ان وزاره التجاره الخطره الاولى اعطتنا 700 محرك في العام نجيبوه. العام اللي بعده نقصت لنا 200 ولدنا 500 محرك. 2018 ردتنا 400 محرك. 400 محرك وزادت كبلتنا انه احنا كقطاع غيار ناخذ فيه المحرك من فرنسا ناخذ فيه كامل باللي فيزي نتاعو باللي كاردون نتاعو بالكليمير نتاعو. ندفعوا فيه الفلوس ونخليه في البياس مطيش غادي كاية على خاطر وزارة التجارة نتاع تونس منعتهم في الدخول لتونس وما عندناش حتى معمل احنا في تونس هنا يصنع لي كاردون ولا يصنع لي كليماير ولا يصنع لي فيزي ولا يصنع حتى البطانات ما عندناش احنا كل نستوردوا فيه معناها تمنعنا احنا كاصحاب صنعة باش نجيبوا القطاع الغيار المستعمله وتخلي في جديد يجيبوا فيه جديد اللي هو يجيبوا فيه من تركيا ومن الصين وكلها سلعه ادابتابل معناها سلعه معناها نقولوا احنا مضروبه معناها بلغه السوق نتاعنا. وحاجه اخرى انه تكاليف كبيره ياسر كنا نخلصوا في 1300 اليوم اصبح نخلصوا في 2800 على الطرناطه معناها الطرناطه الزملين و800 نخلصوا عليها الزملين و800 دون الترونسبور نتاعها الكادر الترونسبور نتاعها من مرسي لتونس ب 3000 يورو انا على هم وليو 900 توانسه. وزاره التجاره بصراحه مكبلتنا وما نقاوش مع شكون وزيد نقصتنا في الكوطا وكل عام يعطيو الرخص ويعطيو احنا الناس يقول المضبين تخدم الارواح يعطيو الرخص لكن ما نقصوناش في الكوطا كمش نقصوا في الكوطا مثلا على الفراي مضبين يتلهاو حاجه اخرى يتلهاو كيما الفري بينقصوا لهم كيما برشا قطاع اخرين ينقصوا لهم مش مركزين على القطاع الغيار قطاع غيار قطاع غيار مضبين نشوفونا حل بالنسبه للقطاع الغيار المستعمله وللمحركات مثلا ماش حتى محرك توقع يجي من برا مهرب خاش الناس كل عندها رخص ولا ما عندوش رخصه يمشي لصاحبه ولا ما عندوش صاحب يمشي لبن عمه هذه باش تقول لي يجيهم ابن قردان ولا يجيهم من دوله اخرى مش ماشي تقول لي تلقاو مثلا كاميون معبي موتير ومعبي 10 ديمارير و10 انترناتير انا كان موتير هذايا تو يطلع لي مكسر نهي منه الانترناتير والديمارير والبومبا سيستم بيعهم هذيك هي باش تقول لي فما موتير تو قاعد يجي من برا خارج تراب التونسي مهرب مستحيله شوف اختي احنا بالنسبه للمسجد كامل هنا كل عندنا محركات احنا دور مسجد كامل الكل جمال نحكيو على مسجد كامل جمال ما عندناش حتى سياره نفركوا فيها كل عندنا موتيرات ندورك هاو فما جي 1200 كراج تلقى كان كل موتيرات ما عندناش هذيا وكراهب نقصوا فيهم ونفركوا فيهم ما عندناش هذي ما عندناش موجود في بلايص اخرين ما احنا هنا في مسجد كامل نخدموا كان محركات فقط هذه الطوله ما عندناش انا اصحاب المؤسسات والرخص عندنا برشا شارج يحكم فينا حكم انه فرضوا علينا خدمه في اربع خدامه وعندنا لوكاسيون ديبو معنا قاعدين نخلصوا في الكري وفي الاخر يفرضوا علينا 400 موتير في العام معناها كيما نقولوا الخدمه هذه نتاع ثلاثة شهور برك في العام وعام كامل معناها نقعدوا نحن نخلصوا في شارج من غير ما ندخلوا فلوس اون بليس زادونا في الديوانه معناها نسبه الربح قلت وفوق هذا طلعوا لنا عباد دخلاء قاعدين يفتقوا في الكراهب ويهربوا في السلعه وبيعوا فيها بارخص الاسواب اللي هو فرض علينا معناه انه مكسروا علينا السوق خاطر بحكم انه الديوانه تحكم عليك باش تخلص انت ب 2700 الكيلو وزيد عندك كان 400 متر في العام بحكم زاد دينار التونسي طاح هذا الكل خلى الناس الكل هنا في فوضى مواطن مثلا باش يجي باش يخو من عندكم مثلا موتور شنو هي الغارونتي معناتها شنو الحاجه اللي تضمن نحن عندنا خدامه لهنا بالطبيعه يخطفوا له الموتور وعنده غارونتي شهر فهمتني وكي يركبوا لهنا معناها قدام عينيه معناها بالطبيعه وما يخرج من هنا كان معناها ما يدفع فلوسه كان يكون معناها كرهبته من رجله وعنده غارونتي على الفاتوره باش فهمني في اي كا ومهما كانت عنده شهر كامل فيدو باش تكون اموره معناها مريقه. بالنسبه لنا احنا هنا في مسجد كامل ما عندناش تفتيق هذا نتاع الكراهب ونحن معروفين من اول الدنيا
ان عباد معناها كلها جراجات، ناس كل قاعده تمعش من القطاع هذا، وعنا ما عندناش شريان الكراهب دوكازيون هذه وتفتيقها ولا سرقه الكراهب ولا هذه امور البرة داخله فيها برونات كبار الله اعلم. بالنسبه لنا احنا اللي هنا في منزل كامل كلنا معروفين، ناس منظمه، ناس كل حد لباتينداتها، عندنا لي جراج هذوما اللي هما لي ديتايون، وعندنا الشركات الكبار معروفه، فهمتني الشركات الكبار هذوما برخصهم وتخدم على ارواحها، والسلع الكل امبورتي من برا، ما عندناش معناها السلع التونسي وما نبيعوهاش السلع التونسي، خاطر اي انسان لهنا مش يبيع موتير تونسي مش يخسر معناها يروحوا في السوق، الناس الكل تبيع فهمني في السلع الكل اللي جاي لامبورتي. مش هوني ناس معناتها ما نعرفش انا ما تخدمش بالرخصه نتاعها والكل وتبيع في لا 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 ما عندناش ما عندناش. بالنسبه لنا احنا لهنا عندنا اصحاب شركات معناها الشركات الكبار، ثم ثم اللي ديتايون اللي تشوفوا فيهم معناها الجراجات هذوما فهمني على الكياس هما اللي يبيعوا عندي تا. الطريقة في العمل نشري من فرنسا من مؤسسات بالنيميرو للموتورات بالفاكتورة في مرسيت واتينا كنترول في أمورنا ليغال، ما عندناش حتى أي شبهات في العملية، نهبطوا في تونس تتكنترول السلع بالنمبر بتاع الموتورات اللي واخذينه من وزارة التجارة بالرخص 120 ولا 100 موتور في كادرة، يعملوا كنترول على الموتورات الكل كاية. هذه طريقة العمل بتاعنا، نجيو لهنا المنزل كامل نبيعوا الأصحاب اللي عندهم محلات هنا في منزل كامل، نعطيهم الورقة أنهم خارجين من الديوان باش هو أنقاد كنترول، أي موتور عنده النيميرو دو بلوك عليه معناها ما عندناش لا مشبوه ولا سلعة مسروقة ولا تنجم تبيع سلعة في بلادها مسروقة، خاطر معروفين شكون من الناس اللي تجيب من أهل الاختصاص، ناس ما تشريش من إنسان جايب سلعة يعرفوها عايش في البلاد مثلا. من هنا الناس كل برخصها وناس كل براقة، واي كنترول الديوان تعملوا مثلا تواتينا احنا نبيعوا موتور نبعثوه لتونس، نبعثوا لتونس الكامل تراب الجمهوريه باللي نيميرو يشد، فما كون اسمهم الديوانه انه معترف به مخلص ديوانته مخلص اقباطه برخصته اموره مريقله. المسروق والحكايات هذه موجوده اما ماناش احنا داحمين معناها ما عندناش حتى شيء فيها، ماناش نخدموا في الخدمه هذه. الناس طعم سير مورا فما عباد تسرق، ما ناش نقول لك فماش سراق يعني لو جليم العباد اللي تسرق، ما نوش احنا نخدموش الخدمه هذه، خدمتنا احنا معروف منين، حتى العباد تجينا تعرفنا احنا عندنا 40 سنه في الميدان معروفين فاش نعملوا. قبل الثوره ما كانش قطاع منظم، كان اي انسان ينجم يدخل الديوانه ما فماش كراسة شروط، ما فماش من العدد، ما فماش نوامر، ما فما كانت الامور مسيبه كما تعرفوا، كانت الامور مسيبه، كانوا هم يحكموا في البرص والناس تدخل وتطلع كما يحبوا هما. تو بعد الثوره ولات كل شيء مأطر وقانوني، احنا نخدموا في امور قانونيه مع شركات اوروبيه ومن العالم كل كاي داير، العباد تجي من العالم باللي نيميرو بالكيلو بالوزنه بالاطارات، ديوان انسبكتور يعدي لك يعمل كنترول وقت اللي يحب هو، يهبط وقت اللي يحب هو، ما فماش حتى اي اشكاليه في الامور، انا ما فماش ملابسات في الامور، الكونتينر تصوب في الثنيه ما نجيبوش من بلاصه اخرى معروفين من نجيبه من تونس، وباللي نيميرو بالعدد وهنا بالفاكتوره بالكونسمون معناها النومرو عنده كل موتور عنده بطاقه تعريف نتاعو وينجم ونتشد ويقول لك النومري هذا فانا كادر شكون باعو. ما عندناش حتى اي اشكال، نبيعوا في طول الطول ما عندناش بطبيعتنا، حتى كان عندنا طول قديمه مدخلينها من قبل واحد فاضل 10 بيبان لاخرمان ماهيش حاجه كبيره، ما ماهوش اختصاصنا طول وعجل وكل شيء ما عادش، احنا لا عندنا الموتيرات وبداير نطالبوا احنا باش ندخلوا طول وكل شيء وباللي نيميرو كيما في العالم تصير العمليات. ما عادش فما تهريب بالرخص اونكادرير كل كاية. ما ينجمش منين يمشي يهرب؟ منين يمشي يجيب يهرب؟ الحدود الكل مسكر والناس التجات، احنا كي نلقاو امور قانونيه هنولي نخدموا في الامور القانونيه، علاش نهرب انا؟
احنا في الميدان بتاعنا قال احنا نعرفوه الميدان بتاعنا كل نيميرو تدخل الجراج اي موتور فيه نيميرو فيه ايدنتيتي ما تنجمش تعمل عليه واحد اخرى كل نيميرو كل موتور فيه ايدنتيتي برك وبالنومرو معناها حتى كان كاد كنترول هبطوا في تونس يعمل كنترول على الفاكتور وعلى نومر الموتورات والاسامي بتاع الموتورات يلقاها مطابقه. بالنسبة أختي ريت تو بالنسبة اللي عندهم الرخص الكل كاي يخدموا منظمين وإذا ريتوا واحد مثلا في حدود ولا في أي بلاصة كانت ولا كذا ولا في سوسة ولا في أي بلاصة في كامل تراب الجمهورية عنده موتير من غير فاتورة ولا من غير نومرو خويا راهو مصروخ. أما إحنا رانا نخدموا بالقانون الرخص نتاعنا مريقلة بنوامرنا نعديه في الديوانة بالنومرو بالنومرو ياخذوا فيه جماعة الديوانة وجماعة التجارة مرقلين. اما كان قتوا واحد في الطريق ثبتوا الله اعلم يبيعوا في الرخص كانوا قبل يبيعوا في الرخص ومازالوا توا من دام التجاره توا مش قاعد تثبت وزاره التجاره قاعدين يعطيوا على بعضه يعطيوا عشوائي فهمتي اللي يجي صب ويعطيه صب ويعطيه صب ويعطيه فما ناس صابوا رخص فهمتي اللي هو مش ولد المهنه بزاف بعتني يتلز باش يبيعها ولا يكرهها ولا يدخل معاها شريك يكثر. والتجاره لليوم لليوم قاعد تعطي في الرخص احنا ماذا بينا الناس كل تخدم على رواحها ماذا بينا لكن شويه نظام مانيش ضد الخدمه احنا ان شاء الله كل حبيب بخير اما شويه نظام.